بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد بإذن الله تعالى من دروس اللغة العربية، ومعكم الأستاذ محمد معروف معلم اللغة العربية بمدارس المنصورة كلية الدولية للغات. وبإذن الله تعالى هيكون موعدنا اليوم مع فصل جديد من فصول القصة شجر الدر طموح جارية. الأول نفكر بعض إن كان في امبارح واجب، طبعا في الممتازين عملوا الواجب وبعتوه، شفتوا من الحصة اللي فاتت امبارح بعد ما الحصة خلصت على الشات. كان في بس روان كانت عندها خطأ هقول لها عليه إن شاء الله، وكان في ولاد تانيين بعتين الواجب كان كله صح ما شاء الله، هي بس كان في غلطة بس بسيطة كده. ولو أتيح لنا إن احنا نراجع الواجب كله مع بعض في آخر الحصة بإذن الله هنعملها. لابد أن ندرك أهمية الوحدة وقيمتها في حياتنا، ثم التخطيط السليم هو أساس النجاح في الحياة. التخطيط السليم هو أساس النجاح، ثم أهمية الوعي ونشر الوعي، ومتى يفيق الناس ويستيقظوا إلى ما يحيط بهم من أخطار، وهذا دور المتعلمين المخلصين. ثم لابد وأن تدرك أهمية مصر وعظمة شعب مصر بين غيره من الدول العربية. جماعة الإصلاح والوحدة طبعا التي يترأسها التاجر العظيم أبو بكر القماش، الرجل المخلص الوطني الذي طالما يتوجه أو يزور نجم الدين ليتابعه كل الأخبار الجديدة أولا بأول. فجماعة الإصلاح والوحدة وصل إليهم خبر نجاة نجم الدين من الأسر الذي وقع فيه عند داود. كنا أن داود استطاع أن يخدع بمعاونة ورد المنى ونور الصباح، استطاع أن يخدع نجم الدين وشجر الدر وأبعد عنهم الجنود في الظلام، ثم أسرى نجم الدين وشجر الدر على بغلتين بدون سرج أو لجام، وهذا يدل على الإهانة لشجر الدر والاستهانة بهم ونجم الدين طبعا. ثم ظل نجم الدين 7 شهور تحت رحمة حراس غلاظ أشداء ليس معه سوى شجر الدر تسليه وتخفف عنه ما يشعر به من أذى من أسى ومن حزن. وعرض عليه داود عرضا كبيرا جدا، نصف مصر ونصف المال ونصف الخيول ونصف الأموال ونصف الثياب، وبالإضافة لدمشق وحلب والموصل والجزيرة ونصف ديار بكر وغيرها، وطبعا ثمن باهظ جدا اكثر من نصف المملكه، مقابل ان يساعد نجم الدين في الوصول الى حكم مصر. ووقع نجم الدين هذا العقد حتى يتخلص من اسر باي طريقه، ثم بعد ذلك توجهوا الى مصر. ولكن وصل الخبر ايضا كما وصل الى جماعه الاصلاح والوحده فهو فرح بهذا الخبر، وصل ايضا الى سوداء بنت الفقيه. فزعت سوداء وجمعت القواد والامراء وقالت: الم اقل لكم لا تخرجوا داوود وأبقوه في مصر ومنوه الأماني، ألم أقل لكم أن داود خطر علينا ولكن لن أتركه ينجو بفعلته. وقامت بتجهيز جيش يخرج على رأسه العادل إنها من مصر، وأرسلت إلى الصلاة إسماعيل تهدده وتحذره بخطورة الاتفاق الذي تم بين نجم الدين وبين داود وخطورة هذا الاتفاق عليه، فبالتالي لابد أن تخرج أنت أيضا بجيش. وهذا بالفعل ما حدث، خرج نجم الدين في الطريق إلى مصر، وعندما وصله خبر هذا الجيش شعر بالخوف. أما جماعة الإصلاح والوحدة
فلما هزهم الفرح وأقبل بعضهم على بعض مهنئا اتفقوا على ألا يبقوا مكتوف الأيد. هو الجيش مصر وجيوش مصر أصبحت في يد سوداء بنت الفقيه تتحكم كيفما شاءت، تولي من شاءت وتعزل من شاءت وتحارب من شاءت. اتفقوا على إشعال ثورة عنيفة في مصر حيث يخرج العادل للقاء نجم الدين. تجبر هذه الثورة العادل على العودة سريعا دون مواصلة السير إلى نجم الدين. ثم اتفقوا على خروج الناس، خروجهم ليدعون الناس سرا على ما اتفقوا عليه اللي هو تشب ثورة عنيفة تجبر العادل على البقاء في مصر. ثم أخذوا يبصرون الناس، يعني يعلمون الناس بما يجب على الشعب أن يصنعه للتخلص من الحكام الجائرين، ويبينون للناس أن البلاد ملك للشعب، وأن الحاكم نائبا عن الشعب يبقى ما عدل، فإن ظلم أو انحرف وجب خلعه وتولية من يصلح، وأن السكوت على جور الحكام لا يقره الشرع، بل يعتبر الساكت على الظلم شريكا له في هذا الظلم. هذا ما اتفقت عليه جماعة الإصلاح والوحدة. أيام يروان تيكرون كان في خطأ بس بسيط كده الحصة اللي فاتت، هنراجعه مع بعض إن شاء الله هقوله لك تمام، غير كده كان كله صح، كان الكلمة يا رب بس تقريبا. شكرا، أشكرك بصراحة على اهتمامك وعلى مواظبتك وعلى إجابتك وتفاعلك على طول. دكتور بسلم بسملة طلبة، دكتورة بسملة انت بقالك كام حصة كده غايبة ما شفتكيش تمام، فأرجو ان انت يعني من الطلبة طبعا اللي مواظبين واللي بيجاوبوا على طول واللي شغالين كويس متفاعلين جدا في الشات وفي الواجب وكده، ف يعني غيابك بيكون ملاحظ يا دكتور. حكم الشرع في الحاكم الجائر وفي من يسكت على ظلمه، هذا ما اتفقوا عليه جماعة الإصلاح والوحدة، أن يبصروا الناس بحكم الشرع في الحاكم الجائر. حكم الشرع في الحاكم الجائر يجب خلعه وتولية من يصلح، ده الشرع. سيدنا أبو بكر الصديق لما وقف قال أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فيكم فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فحكم الشرع خلع وعدم طاعة الوالي الفاسد، وليس هناك أفسد من داود. فحكم الشرع في من يسكت على ظلم الوالي الفاسد طبعا يعد شريكا له في هذا الظلم. خروج العادل للقاء نجم الدين كي يواجه نجم الدين من أمامه، والصالح إسماعيل يهجم من خلفه فيحصر نجم الدين بين نار العادل وبين نار الصالح إسماعيل، فلا يستطيع نجاة ولا يجد مهربا من هذا الأمر. ثم اتفقوا، دي قطعة على أسئلة، ثم اتفقوا على خلع العادل والقبض عليه وإرسال بعض الأمراء، سال بعض الأمراء والكبراء إلى نجم الدين يحثونه على الإسراع بدخول مصر ويطمئنونه بما يرون من الشعب. من الذين اتفقوا؟ وعلى أي شيء اتفقوا؟ وما مبرراتهم في ذلك؟ طبعا الذين اتفقوا هم الأمراء الكاملية وغيرهم من الساخطين على حكم العادل، الأمراء الكاملية والساخطين على حكم العادل، واتفقوا على حكم العادل على خلع العادل وتولية من يصلح بدلا منهم. ومبرراتهم في ذلك، يعني هم ليه اتفقوا
على ان هم يعملوا كده. ليه اتفقوا على قال العادل؟ مبررتين طبعا في ذلك: فساد العادل ولهوه وعبثه، ثم انصرافه عن شؤون الدولة واحتجابه عن الناس. هما طبعا بيقدموا للناس احنا ايه السبب في اننا عايزين نخلع العادل. فساد العادل ولهو عبثه، انصرافه عن شؤون الدولة، احتجابه عن الناس، محدش بيشوفه، محدش عارف يتظلم له، محدش عارف يتكلم معاه. ثم ترك زمام الأمور للحاشية تتجرأ باسمه على الإثم وارتكاب الجرائم وتفرض ما تشاء من الضرائب. إذن أصبح كل الدولة في ضنك وفي أزمة كبيرة بسبب العادل وحاشية العادل. ثم إنفاق أموال الدولة وتبذيرها على السمار، السمار اللي هم اللي بيسهروا بالليل في القلعة مع العادل والمضحكين والعابثين والراقصين الذين تمتلئ بهم القلعة من أول الليل إلى مطلع النهار. هذا بعد أن والله سبحانه وتعالى الرعية وجعله مسؤول عن هذه الرعية أمام الله وأمام الناس، بدأ ينصرف إلى الخمور والجواري وغيرها من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. أحسنت يا دكتورة بسملة. السلام عليكم. السلام. تمام. ما الاتفاق الذي تم بين سوداء وصلاة إسماعيل، وما موقف نجم الدين عندما علم بهذا الاتفاق؟ طبعا الاتفاق الذي تم كان بين سوداء وصلاة إسماعيل عندما طلبت منه سوداء بنت الفقيه أن يهجم أو ينقض على الصالح على نجم الدين من الخلف بجيش دمشق بينما يواجه جيش مصر من الأمام، فيحصر بينهما فلا يستطيع النجاة ولا يجد مهربا. أما نجم الدين عندما علم بهذا الموقف أو هذا الاتفاق بين نجم بين الصالح إسماعيل وبين سوداء، خاف وفزع فزعا شديدا، فزع فزعا شديدا، وأخذ يفكر كيف يخرج من هذا المأزق الصعب. ثم هونت شجر الدر عليه ما أصابه، حيث قالت له: لا أظن يا مولاي أن شعب مصر يسكت على العادل وعبثه، وقد حدثتني يا مولاي طويلا عن هذا الشعب العظيم وخصائصه الجليلة، وكيف أنه يصبر ما يصبر ولكنه لا يسكت عن حقه، ويهدأ ويهدأ ولكنه لا يستكين لغاصب ولا يذل لمعتدي. هذا رأي شجر الدر في شعب مصر، وهذا هو شعب مصر، وهذه سمات شعب مصر على مر التاريخ. كان داود يفكر في الثمن الباهظ الذي سيقبضه إذا جاء إلى مصر. هو اتفق على انه هياخد حلب والموصل والجزيره وديار بكر ونصف ديار مصر ونصف الثياب ونصف 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 وحاجات كتير قوي كده. هو داخل مصر دماغه مشغوله بهذا المقابل الضخم والصفقه الضخمه التي سوف يحصل عليها داود مقابل وصول نجم الدين الى مصر. تحرك موكب نجم الدين متجها إلى مصر بعد وصوله إلى العريش بيوم واحد، والعريش هي البوابة الرئيسية لمصر من جهة الشمال الشرقي، وتعتبر من أهم المنافذ لمصر. ثم رأى نجم الدين، دخل نجم الدين إلى مصر، و وهو يسير كان كلما ذهب إلى بلد كان يخرج أهل هذه البلد يقابلون نجم الدين ومن معه بالترحاب، وكان نجم الدين ما زال خائفا إلى أن قابله
إلى أن قابله أبو بكر القماش والأمراء الكاملية، وأبلغوه بما اتفقوا عليه من خلع العادل والقبض عليه، ويعاونهم في ذلك الجيش، لأن الجيش طبعا الأمراء الكاملية كان شايفين وضع الجيش عامل إزاي، وهم اللي كانوا متولين قيادة الجيش. فأصبح العادل يعزل من يريد ويولي من يريد من الفاسدين، فعزل قيادات الجيش التي ولاها الملك الكامل، والتي ولاؤها كله لنجم الدين، لأنهم يعلمون أن نجم الدين هو الأصلح. وبالفعل بعد غد كان نجم الدين يقطع الطريق مشمرا إلى مصر، ومعه أبو بكر القماش وأمراء المماليك وبعض كبار مصر، وداود صاحب الكرق يفكر في الثمن الذي سيقبضه كما قلنا. يبقى تحرك نجم الدين بعد وصوله العريش بيوم واحد، ووصل نجم الدين وشجر الدر والموكب إلى أن دخل منطقة تسمى منطقة الرمل. منطقة الرمل، ومنطقة الرمل بين العريش والعباسة، مش العباسية، العباسية دي في القاهرة، بين العريش والعباسة. فقابلتهم وفود مصر محيية ومهنئة، ولم ينزلوا منزلا إلا قدم عليهم طائفة من الأمراء ومن الشعب يهنئون نجم الدين ويكبرون ويرفعون السيوف احتفالا بنجم الدين الرجل الصالح العادل، حتى نزلوا في منطقة تسمى بلبيس. عندما وصلوا إلى بلبيس في منطقة بلبيس على الرمال الصفراء المنبسطة، رأى نجم الدين أخاه العادل سيف الدين مكبلا بالأغلال ذليلا في خيمة يقف عليها مجموعة من الحراس الغلاظ الأشداء. نظر نجم الدين في داخل الخيمة فوجد أخوه محبوسا لا حول له ولا قوة. قال نجم الدين: هذا جزاء الظالمين العابثين بأموال الناس ودمائهم وأعراضهم، إن الله ليملي للظالم حتى يأخذه، فإذا أخذه لم يفلته. ربنا سبحانه وتعالى بيسيب الظالم يظلم مرة واثنين وثلاثة إلى أن يقع، ولكن إذا وقع لن يفلته الله ليأخذ عقابه. طبعا شجرة الدر كانت تتمنى لو طار بها الهودج إلى قلعة الجبل. ليه؟ يعني طبيعي أن الستات بيحب يقيدوا البعض كده، فهي عايزة توصل بسرعة حتى لا تهرب سوداء بنت الفقيه لتلقى جزائها بسرعة قبل هروب سوداء بنت الفقيه. ثم أمر نجم الدين القرار بمواصلة المسير إلى أن وصل إلى قلعة الجبل، وقام بتحرير قام نجم الدين بتحرير الأمير. مين بقى؟ مين اللي كان مسجون وكان نجم الدين مهتم بيه قوي وزعل جدا عليه لما عرف ان هو مسجون؟ اول ما قام به نجم الدين عندما تولى الحكم، عندما وصل الى قلعة الجبل، تفتكروا مين يجاوب؟ يلا يا شباب، مين اللي نجم الدين هيصدر قرار بالافراج عنه؟ احسنت يا روان، بارك الله فيكي. طبعا مش هقول الاجابة عشان مستني الناس، مش هقول روان كتبت ايه عشان نشوف الناس هتكتب ايه. على ما الناس تكتب يلا وتخلص، نخش على كهوت عشان نعمل مسابقة كهوت على درس المنادى. نبدأ بقى نجيب الدروس كده بتاعة النحو، تمام؟
فخر الدين ابن شيخ الشيوخ. أول واحد هيفكر فيه نجم الدين في الإفراج عنه هو صديقه فخر الدين ابن شيخ الشيوخ. أحسنتم، بارك الله فيكم. يلا نخش على كهوت علشان نعمل مسابقة كده سريعة قبل ما ننتقل عشان نحل مع بعض شوية نحو كده. روان فقط هي اللي دخلت، ندخل عليه كده يا شباب، اكتب الرقم ده كده. روان وصابر، مين تاني؟ في حد مش عارف يدخل؟ طيب نبدأ يلا. أول سؤال، يتكون أسلوب النداء من فعل والفاعل ولا المنادى ولا أداة النداء؟ حرف نداء يستخدم لنداء قريب قريب والبعيد. تمام، الناس بدأت تدخل اهيت معانا، روان وصابر وحسين وزولا وحد كتب الرقم. اوكي ماشي، السؤال اللي بعد كده. اي جملة من هذه الجملات تحتوي على اسلوب اكتب الواجب كثرة ولا يا سعيد انتبه الاحمر ولا درست الصح أصلاً. الغرض من استخدام أسلوب النداء تنبيه المخاطب الأزرق تقريب المعنى الأحمر، تنبيه المتكلم الأصفر تقريب الأصفر الشاب. المنادى المعرب يكون أزرق ولا مبني على الفتح الأحمر ولا منصوب أخضر ولا مرفوع بني. السؤال السادس، يا طالب العلم، نوع المنادى هنا مبين مضاف ولا نكره مقصوده ولا علم مضاف؟ آخر سؤال، المنادى في أي محمد أطع والديك
هذا في هذا الأسلوب. روان عمرو والمركز الأول قطعة دي يا شباب عايزين نحلها كده مع بعض. كان الشيخ محمد صديق المنشاوي نمطا فريدا في قراءة القرآن الكريم. بدأ حياته منذ صغره وقد طاف بالوطن العربي معظمه يقرأ للعرب كلهم وقد أطربنا صوته عذوبته. عارف ما تحت الخط؟ كان الشيخ محمد صديق المنشاوي نمطا. ما إعراب كلمة نمطا؟ علشان أعرف الكلمة صح لازم أجيب الكلمة من الجملة من أولها. نمطا دي بداية الجملة بتاعتها فين؟ هلاقي إن كلمة كان هي بداية الجملة، فكان فعل ماضي ناسخ، الشيخ اسم كان، كان الشيخ ماله نمطا لأن هي المتمم لمعنى الجملة. والخبر يا شباب الخبر بسأل عنه بماله، الخبر بسأل عنه بماله، كان الشيخ ماله نمطا، نمطا فريدا في قراءة القرآن. قراءة القرآن، كلمة القرآن تتعرف ايه؟ قراءة بتاع ايه؟ بتاع القرآن، بتاع ايه؟ يبقى مضاف إليه، بتاع ايه؟ مضاف إليه، قراءة القرآن يبقى القرآن مضاف إليه مجرور بالكسرة. وقد أطربنا صوته، أطربنا فين بداية الجملة؟ بداية الجملة هي أطرب لأن أطرب فعل ماضي. مين اللي أطرب؟ صوته، صوته تمام. أصل الجملة أطرب صوته نحن لأنه يبقى صوته، صوته فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. استخرج من الفكرة السابقة ما يلي: بدلا مطابقا مرفوعا وآخر مجرورا، بدل بعض من كل، وبين الرابط، طبعا لازم يكون البدل بعض من كل والاشتمال فيهم رابط، بدل اشتمال وأعربه، نعت مفردا منصوبا وآخر مفرد مجرور، توكيد وعربه، معطوف وعربه. وطبعا احنا في ثالثة اعدادي عندنا الاسئلة بتاعت النحو القديمة كلها مكررة علينا، يعني مش مفيش حاجة اسمها نمتحن على الاربع دروس اللي عندنا في النحو وخلاص، لا النحو كله مكرر. شوف الإجابات كده، مين جاوب سريع؟ أحسنت يا روان، أحسنت يا أحمد يا عصام. خبر كان تمام، مضاف إليه تمام، مضاف إليه تمام، فعل، فعل مرفوع. طيب الاستخراجات بقى نتنقل بسرعة يا شباب، يلا على الاستخراجات. في كل استخراج لازم نقرأ الفقرة كويس. أحمد عصام قال محمد، الشيخ محمد بدل كل من كل، ومعظمه بدل بعض من كل، بدل مطابقا مرفوعا واخر مجرورا. خد بالك يا محمد كلمه معظمه بدل، ها بدل ايه؟ بعض من كل، معظمه بعض من كل. نطلع البدل الكل من كل او المطابق، كان الشيخ محمد زي ما انت قلت، محمد طبعا بدل محمد صديق المنشاوي نمطا فريدا في قراءه القران الكريم، بدل بعض من كل قلت معظمه صح، بدل اشتمال
بدل اشتمال، والاشتمال ده بيكون حاجة معنوية، حاجة مش بشوفها، حاجة مش بقدر ألمسها بإيدي، بدل الاشتمال وقد أطربنا صوته عذوبته. تمام؟ عذوبته. صوته عذوبته، يبقى عذوبته دي بدل بعض، بدل اشتمال آسف. نعت مفرد منصوب وآخر مجرور. شيخ محمد صديق. ده نعت نمطا فريدا، نمطا فريدا، بوصف كلمة النمط بأنها فريد. تمام؟ يبقى فريد النعت منصوب. في قراءة القرآن، القرآن عرفناه مضاف إليه مجرور بالكسرة، بس الكريم، القرآن الكريم، يبقى نعت مجرور بالكسرة. برافو. توكيد وأعربه. التوكيد ده بينقسم إلى توكيد لفظي وتوكيد معنوي. التوكيد اللفظي يكون بتكرار اللفظ، والتوكيد المعنوي اللي هي كلمات نفس وعين وكلا وكلتا وكل وجميع. فيقرأ للعرب كلهم بشرط لازم يمكن حذف التوكيد ولا يؤثر في معنى الجملة، والشرط الثاني أن يكون من الكلمات اللي احنا قلناهم ويكون متصل بهم ضمير يعود على المؤكد. يقرأ للعرب، الجملة خلصت وجاءت كلهم تفيد التوكيد بالفعل، يبقى ده توكيد معنوي مجرور بالكسرة. معطوفا وأعربه. طبعا يا جملة قد أطربنا صوته معطوف على ما قبلها في محل رفع. السؤال الثاني والأخير إن شاء الله، عين فعل المدح والذم والفاعل والمخصوص. عين فعل المدح والذم. حبذا الإخلاص في العمل. حبذا الإخلاص. الفعل، وعايز الفعل المدح والذم والفاعل والمخصوص، يعني عايز مكونات الأسلوب كله. طبعا حب الفعل وذا الفاعل، والكلمة اللي بتيجي على طول بعدهم بتكون هي المخصوص. بئس خلقا خلف الوعد. بئس الفعل، والفاعل ما تقولش خلقا عشان ده منصوب اهي، يبقى خلقا هتبقى تمييز، والفعل بتاعه بيكون ضمير مستتر، خلفه بيكون طبعا هي المخصوص وتعرب مبتدا وخبر. لا حبذا الكتاب، ده اسلوب ذم. حب الفعل وذا الفاعل، اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل، والكذب مخصوص. بئس رفيق السوء المنافق. بئس الفعل، رفيق الفاعل، والمنافق مخصوص. بئس مثوى الكافرين. بئس الفعل ومثوى الفاعل، والكافرين ايوه فوق مضاف اليه مجرور بالياء. امال فين المخصوص؟ ده ما احنا ما قلناش مخصوص بالذم، هو مثوى الكافرين هيكون فين؟ في النار. يبقى قد يحذف المخصوص للعلم به، يبقى مخصوص هنا محذوف تقديره النار. نعم من تصاحبه المخلص. نعم الفعل، والفاعل اسم موصول من بمعنى الذي، والمخلص هو المخصوص بالمدح. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. أتمنى تكونوا استفدتم. أنا استمتعت بإجاباتكم وتفاعلكم معايا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا حصة يوم الأربعاء بإذن الله تعالى الساعة 11، ويوم الخميس الساعة 1 بإذن الله. والسلام عليكم.